شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. في كل مجتمع لابد أن يوجد هنالك نوعان من المؤسسات، النوع الأول مجموعة المؤسسات الحكومية، والنوع الثاني مجموعة المؤسسات الاجتماعية. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قضية الخوارج، الخوارج رفعوا شعار لا إمرة بعد اليوم. هذا المجتمع لا يحتاج إلى حاكم، لا يحتاج إلى ملك. الإمام صلوات الله عليه يقول: لا بد من إمرة، كل مجتمع يحتاج إلى أمير، إما بر وإما فاجر. الملك قد يكون برًا وقد يكون فاجرًا، ولكن المجتمع بلا حكومة، المجتمع بلا مؤسسات حكومية، يتحول إلى فوضى. المجتمع يحتاج إلى مؤسسة الجيش. إذا ماكو هنالك جيش، من الذي يدافع عن البلاد أمام العدو؟ إذن المجتمع بحاجة إلى جيش، المجتمع بحاجة إلى شرطة، المجتمع بحاجة إلى دوائر القضاء. إذا ماكو هنالك دوائر قضائية، من اللي يحل المشكلات الاجتماعية؟ فإذن المؤسسة الحكومية ضرورية في كل مجتمع. أن تكون هذه الحكومة عادلة أو ظالمة ذلك بحث آخر، ولكن الملاحظة التي ينبغي أن نلتفت إليها أن المؤسسة الحكومية
لا تغني عن المؤسسات الاجتماعية. لماذا؟ لأنه حجم المؤسسات الاجتماعية يرتبط بحجم الحاجة الاجتماعية. نحن يجب أن نحدد أولاً ما هو حجم الحاجة الاجتماعية. المجتمع يحتاج إلى ماذا؟ يقال إنه التقى حاكمان، أحد الحاكمين شكى إلى الحاكم الثاني، قال أنا عندي مشاكل صعبة، وهذه المشاكل تشغل بالي. الحاكم الثاني قال له كم مشكلة عندك؟ قال مثلا عندي 8 مشاكل، مشكلة الحرب ومشكلة كذا ومشكلة كذا. قال له فقط 8 مشاكل؟ قال نعم. قال أما أنا الحاكم الثاني فعندي 800 مليون مشكلة، بعدد كل واحد من أفراد شعبي. ذلك البلد كان يحتوي في ذلك الوقت على حوالي 800 مليون، أنا عندي بعدد كل فرد مشكلة. الحقيقة كلام الحاكم الثاني مو دقيق، لأن كل فرد ما عنده مشكلة واحدة، كل فرد عنده مجموعة من المشاكل من يوم أن يولد إلى يوم يموت. فكل واحد من الأفراد عنده مجموعة من المشكلات. هنالك المشكلة الثقافية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أطلب العلم من المهد إلى اللحد. إحنا ما عدنا في أي دين آخر كلمة بعظمة هذه الكلمة، أن العلم حد مائل. كل شيء في الدين إلى حد. الصلاة تبدأ من أي عمر؟ المرأة تبدأ بالصلاة عندما تكمل 9 وتدخل في 10. الرجل يجب عليه الصلاة عندما يبلغ البلوغ الشرعي. الحج له عمر معين، الصوم له وقت معين. الشيء الذي لا وقت له في الدين العلم. أطلب العلم من المهد إلى اللحد. فإذا حتى الطفل يعاني من مشكلة ثقافية، من اللي يحل هذه المشكلة الثقافية؟ الأم وحدها، الأب وحده لا يستطيع أن يحل إلا جزء من المشكلة الثقافية. المدارس الحكومية لا تحل إلا جزء من المشكلة الثقافية. إن لم تزد المشكلة الثقافية في بعض البلاد، من اللي يحل هذه المشكلة الثقافية؟ الطفل صار عمره 2 سنين 3 سنوات يحتاج إلى توجيه، بل قبل ذلك يحتاج إلى توجيه. إذا ماكو هنالك مؤسسة اجتماعية توجه الأطفال، من اللي يوجه هؤلاء الأطفال؟ من الذي يبني شخصياتهم شخصيات مؤمنة قوية تقاوم المغريات؟ في كربلاء كانت هنالك تجربة ناجحة، تجربة الحفاظ. كانوا يأخذون الأطفال من عمر 7 سنوات 8 سنوات ويدخلونهم في معاهد تمزج بين الثقافة الزمنية والثقافة الدينية. يعني في هذه المعاهد أكو كيمياء، أكو فيزياء، أكو علم الفلك،
وأكو أيضا علم الدين، علم العقائد، علم الأحكام، علم التفسير. هاي الأشياء لا نجدها إلا قليل في المدارس الأخرى. هذه المدارس ولدت جيلا ملتزما. الآن أنتوا أينما ذهبتوا في أي بقعة من بقاع العالم ربما تجدون أثر تلك المدارس وتلك الأجواء. هؤلاء الأطفال اللي نشأوا في هذه المدارس مشبعين بالثقافة الدينية وبالولاء وبالإيمان. في كل مكان راحوا أسسوا حسينية، مسجد، أقاموا منبرا للإمام الحسين وكيانا لسيد الشهداء. هذا تأثير شنو؟ هذا تأثير تلك المعاهد. إذن المجتمع يحتاج إلى حل المشكلة الثقافية. من اللي يحل المشكلة الثقافية؟ المؤسسات الاجتماعية. المجتمع يحتاج إلى حل المشكلة الاقتصادية. من اللي يحل المشكلة الاقتصادية؟ المؤسسات هي التي تحل المشكلة الاقتصادية. الآن في أكثر البلاد أكثر الشباب والفتيات لا يجدون طولة بتعبير القرآن، ما يقدر، معاش ما يكفي، راتب ما يكفي. من الذي يزوج هؤلاء الفتيات وهؤلاء الشباب؟ إذا كانت هنالك مؤسسات اجتماعية كانت تنهض بهذا الحمل. في إيران كانت هنالك تجربة جيدة جديدة. هذه التجربة عمرها حوالي 3 سنوات. السيد الوالد حفظه الله شوق بعض المؤمنين على تشكيل مؤسسة للزواج، يشجعون الزواج ويدعمون الأزواج والزوجات. في التجربة الأولى زوجوا 88 شاب وفتاة في ليلة واحدة، زواج مجموعي 44 زواج في ليلة واحدة. وفي السنة الماضية أنا عندما كنت هنالك، هذه المؤسسة وامتدادات هذه المؤسسة قامت في ليلة واحدة، في ليلة واحدة ب500 زواج، يعني 1000 شاب وشابة في ليلة واحدة زوجتهم هذه المؤسسة. حقيقة إذا هذه المؤسسات ما كانت في المجتمع، من الذي كان يتكفل هذه الحاجات الاجتماعية؟ الحاجات الثقافية، الحاجات الاجتماعية، الحاجة إلى الزواج، معونة الفقراء، أداء دين المديونين، هذه كلها مهمة المؤسسات الاجتماعية. ولذلك نأتي إلى الدين. الدين من اليوم الأول شجع على الوقف. الوقف شنو معناته؟ مؤسسة ترتبط بالشعب، أنت القائم بهذه المؤسسة. في الأحاديث، في المستدرك هذا الحديث موجود، الحاج النوري رحمة الله عليه ينقل: لم يكن شخص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذو مقدرة. المقدرة مو يعني تاجر كبير، لا، حتى إذا شخص متواضع له قدرة ولو متواضعة، إلا وقف وقفا. كلهم أصبحوا أصحاب أوقاف. هذه الأوقاف تدير المجتمع بكل جوانب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ عملية الوقف. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها راجع البحار، باب في البحار في أوقافها صلوات الله عليها.
الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له أوقاف، واحد من أوقافه وقف بغيبغة، وواحد من أوقافه وقف أبو نيزر. بعض الأوقاف إلى الآن موجودة، بعض الحجاج الذين ذهبوا إلى المدينة ذهبوا إلى أطراف المدينة ورأوا هذه الأوقاف بأم أعينهم. المتولي لهذين الوقفين واحد اسمه أبو نيزر. أبو نيزر كما ذكره صاحب كتاب معجم البلدان يقول أبو نيزر كان ابن ملك الحبشة. الحبشة في ذلك الوقت كانت دولة قوية، وكان هنالك حاكم يحكمها باسم النجاشي. النجاشي عنده ابن اسمه أبو نيزر. أبو نيزر نشأ في بيت الملك، واضح بيت الملك يعني بيت مرفه من جميع الجوانب. ولكن عندما رأى النبي ورأى عليا صلوات الله وسلامه عليهما ورأى هذا النور، فضل هذا النور على ذلك الملك العريض. حتى عندما أبوه توفى النجاشي جاءوا إليه تعال كن حاكما للحبشة، قال أبدا، بعدما عرفت هؤلاء الأنوار لن أبدلهم بملك الحبشة ولا بأي ملك آخر. الإمام صلوات الله عليه جعله متوليا على هذين الوقفين. هو أبو نيزر يقول في يوم من الأيام جاء علي صلوات الله عليه، اختصر القضية، اجى وتغدى غداء متواضع، خبز وشجر، بعدين قام وأخذ يحفر عينا واستعصى عليه العين، كلش صعب كان، ما كان يطاوع، فخرج الإمام وجبينه يتفصد عرقا، فأخذ ينتكف العرق عن جبهته. ثم بعد ذلك مرة أخرى حاول، وإذا بالماء ينفجر كأعناق البعير من ذلك المكان. فخرج علي مسرعا، لاحظوا هذه الكلمة، تأخير لحظة واحدة ماكو بالقضية، وقال أشهد الله أنها صدقة على عامة المسلمين، ائتني بدوات وقلم. يقول أنا بسرعة رحت جئت بالدوات والقلم والورقة، فكتب هذا ما وقفه علي بن أبي طالب على فقراء المسلمين ليقي الله به وجهه حر النار، ليقي الله به وجهه حر النار. حقيقة هنيئا لأولئك الأفراد الذين وفقوا لهكذا توفيقات. في زمان معاوية الإمام الحسن أو الإمام الحسين صلوات الله عليهما احتاج، معاوية بعث ليشتري أحد العينين، تعلمون بكم؟ ب200,000 دينار ذهب، 200,000 دينار ذهب. الإمام رفض أن يبيعه، قال إن هذا وقف وقفه أبي ليقي الله به حر النار وجهه، لا أبيع هذا الوقف. هم بدأوا لأنهم كانوا يعلمون أن هذه المؤسسات، أن هذه الأوقاف تقيم هذا المجتمع، هذا وقف واحد من أوقاف علي صلوات الله عليه، وإلا الإمام له أوقاف لا تعد ولا تحصى. هذا بعد من أبعاد القضية، إقامة الحاجات الاجتماعية. البعد الثاني أن هذا الوقف
أن هذه المؤسسة، أن هذا الكتاب الذي يطبع، هذا مو لزمان دون زمان، هذا مو خاص بحياتك، هذا يستمر. وكل أثر يترتب على هذه المؤسسة يكتب في صحيفتك. هذه الآثار تبقى 100 عام، 200 عام، ربما 1000 عام، وهذه كلها في صحيفة ذلك الشخص الذي بنى المؤسسة أو طبع الكتاب. أحد المؤمنين، هذه القضية تعود إلى قبل مدة، أحد المؤمنين يأتي من إحدى البلاد البعيدة لزيارة العتبات المقدسة في العراق أولا، وعند حقوق شرعية يريد أن يسلمها لمرجع التقليد. يأتي يزور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم يذهب إلى بيت مضيف، واحد ضيفه، نزل في بيته، قال لهذا المضيف: إنني أريد أن أزور المرجع الفلاني. قال: ما يخالف. ذهب معا هذا الزائر وذلك الشخص لزيارة المرجع. الشخص دخل، الزائر سلم، قبل يد المرجع، جلس، والمجلس غاص بأهله. قعد قليل ثم قال لهذا الشخص: قوم خل نطلع. قال: أنت أتيت لتسليم الحقوق الشرعية. قال: لا، رأيي تبدل، أنا شفت هذا العالم ما أسلم إليه الحقوق الشرعية. قال له: لماذا؟ قال: ما عجبني وضعه. فخرجوا، راحوا أدوا أعمالهم، بالليل ناموا، الضيف نايم وصاحب البيت نايم. في أخريات الليل وإذا بالباب يطرق بسرعة وبقوة، صاحب البيت قام فتح الباب وإذا به هذا الضيف. قال له: شنو القضية؟ قال: الآن خلي نقوم نذهب إلى ذلك المرجع. قال له: الآن المرجع نايم. قال له: لا، الآن وقت السحر، وهذا المرجع لا ينام في وقت السحر، وبالأسحار هم يستغفرون. السحر هو السدس الأخير من الليل، وفي رأي بعض العلماء هو الثلث الأخير من الليل، يعني قسموا الليل 6 أقسام، السدس الأخير هو السحر، اللي الآن يصير حوالي ساعتين قبل أذان الصبح. جاء طرق الباب وإذا حقيقة ذلك المرجع مستيقظ، إجا يمه وسلم إليه الحقوق الشرعية واعتذر منه. العالم قال له: شنو قضيته؟ قال: في الواقع أنا عندما دخلت عليك شفتك قاعد وبيدك نرجيلة، كان ذاك المرجع يشرب النرجيلة في هذه اليد، وباليد الثانية أكو في يدك شطب، شايفين الشطب؟ الشطب شيء هكذا له رأس يوضع فيه التبغ ويدخن، هذا يسمى بالشطب. باليد اليمنى النرجيلة وباليد الثانية الشطب. قلت: هذا العالم الذي هو حريص على الدنيا إلى هذا الحد، هذا مو جدير بالاعتماد. فتغير رأيي. بالليل رأيت الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المنام، سلمت عليه فأعرض بوجهه عني. قلت له: يا أمير المؤمنين، أنا من شيعتك، أنا جاي لزيارتك، لماذا تعرض عني؟ قال: لماذا فعلت هكذا مع وكيلي؟ اذهب
واعتذر منه. أنا الآن جاي معتذرا منك بأمر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. صاحب الجواهر قال: ولهذا نهينا عن سوء الظن. إذا شفت من واحد عمل مريب لا تتهمه بسرعة لعل له محمل. أنا أدخن النرجيلة، ولكن كان بجانبي واحد من المؤمنين قدم إلي الشطب، أنا ما ردت أرد يده فأخذت الشطب بيدي اليسرى. هاي كل القضية. المهم هذا الشخص اعتذر من ذاك العالم وذهب. في الليلة الثانية يرى هذا الشخص الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المنام، يسلم على الإمام، الإمام يقبل عليه ويبش له ويبتسم في وجهه ويقول له: أحسنت على ما صنعت، ولكن ليس في صحيفتك الجواهر. لا يفهم شيئا. ولكن ليس في صحيفتك الجواهر. يفز من المنام، يأتيان مرة ثانية إلى العالم، يقول: أيها العالم، أنا رأيت الإمام في المنام وقال لي هذه الكلمة ولم أفهم معنى هذه الكلمة. ذلك العالم يقول: هذه رؤيا صادقة، أنا ألفت كتاب الجواهر. حتما أغلبكم أو كلكم سمعتم باسم موسوعة الجواهر، أعظم موسوعة في الفقه الاستدلالي إلى زمانه، يعني لم يكتب من 1400 عام إلى زمان صاحب الجواهر موسوعة في الفقه بقدر موسوعة الجواهر، 43 مجلد، كل مجلد بذل عليه عمرا حتى كتبه. أنا كاتب هذا الكتاب ولكن ما عندي مال لأطبع هذا الكتاب. الإمام يقول لك: ليس في صحيفتك الجواهر، يعني إذا تحب اكتب هذا الكتاب في صحيفتك، اطبع هذا الكتاب وخلد هذا الكتاب في ديوان أعمالك. هذا الرجل يقول: أنا ما عندي مانع. يأخذ الكتاب ويطبع الكتاب. الآن من 140 عام إلى هذا اليوم، أو أكثر من 140 عام، 160 عام لعله، في كل الحوزات العلمية أهم مصدر من مصادر الفقه إلى زمان صاحب الجواهر الجواهر. ثواب هذا الكتاب لمن؟ ثواب هذا الكتاب لصاحب الجواهر ولذلك الشخص الذي طبع هذا الكتاب. لو لم يطبع هذا التاجر هذا الكتاب لعل الجواهر كان يذهب وينتهي ولا يبقى له أثر في الوجود. في نفس زمان صاحب الجواهر 24 عالم أو 25 عالم بدأوا بتأليف مثل صاحب الجواهر، ولكن كلها ذهبت. الوحيد الذي بقى كتاب الجواهر بفضل إخلاص صاحب الجواهر وبفضل همة هذا الشخص. الجواهر ربما يبقى إلى 1000 عام أو 2000 عام، وكل هذا الفضل في صحيفة ذلك الرجل وفي صحيفة صاحب الجواهر. الحقيقة المؤسسة التي يصنعها الإنسان، الكتاب الذي يطبعه، الصدقة الجارية مهما كانت متواضعة، يعني حتى إذا كتاب متواضع يطبعه الإنسان، هذا الكتاب يبقى له. أكو في الأحاديث أن من طبع كتاباً أو كتب كتاباً وكتب اسم النبي صلى الله عليه وآله الله
وصلى على النبي، يعني كتب الاسم المبارك وكتب صلى الله عليه وآله. هذه الكلمات ما دامت باقية، هذه الصلوات في الكتاب، الملائكة يسبحون ويستغفرون ويصلون لهذا الشخص ما دامت هذه الكلمات موجودة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يوفقنا لكي نقدم لحياتنا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهاتي. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور مشرق هدي يُنير.